السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن نوجد فطور اللي هو لاغاكلات. لاغاكلات هذه عبارة على كما نقولوا حنايا لو فروماج فوالا لا شاركوتري اي لي بوم دي تير و لي باتاتا اي فوالا اي لي ليغوم سي سي لو كي فو فير دي ليغوم ça j'ai comme bon, ça, je voulais laisser les légumes ça je vais pas voilà, trop tout faire comme on veut mais là ils sont pas trop légumes bon. Voilà je fais les pièces ha minia هذه لابيل اللي نحطوا هذه لابيل اللي نحطوا فيها الفرماج بيذوب وهذه هنا يا راكم تشوفوا تاع اللوح اش كي كيذوب نقلعوا به voilà وهنايا غير الاخرى من تشعليتو voilà وهنايا شوفوا فيها ان بلاك من الفوق تقدري ديريها على حسب ليماج على اللحم لي كروفات وهنا نوملات كما راكم تشوفوا وهنايا تحت راكم تشوفوا هنا سي هنا وين يجوا الاخر تاع فوالا تاع فرماج. اما اليوم فطورنا اليوم هذا هو من بعد استناوني نعاود نرجع لنا بعد ما بلعتها من الاخرى هكذا تجي هنايا هذه لا ريزيستون فوالا هاي لي بان هاكي 8 منهم 8 هكا و 8 هنا كيديروا الفرماج بعد كيذوب هاكا نبداو سبيكه نبلاكم هنايا هاكا هاكا فاصون بعد كي نبدا نديرها راني نوريكم اساس بريزونتها كوم سا شوفوا هاي البطاطا هذه ناكلوها بقشورها باسكو ديك القشور دوك الرقاق بحال معليش هاي لا شاركوتري وهاو الفرماج تاع لا غاكلات ها هو الاخر تاعو هاو تخمه دي ها شفتو هاي لا غاكلات فوالا غازي ما دي بخون هنايا شعلتها هاي وين هي شعله وين شعلت شوفو هاني هاو عين هاكا نديرو مونطخ فوالا ميلو على هناك حتى كيذوب كيذوب انا ازلي مون اوسي ستبلي على تشات فيلم كبسا لا هنايا شوفوا ديروا هنايا هوب سي موا جيتي فيت شوف هنايا طيب وهنايا كي تكون البطاطا بايزون بردت لكم ديروها هنايا ديروها هنايا باش تقعد حاميه شوفوا هنايا ها انت تقدروا تدوروها هاي لا بحال ما تندموش فيها ها طيب تقدروا ديروا اف بروي تقدروا ديروا اينوملات خبزه كما بغيتوا فوالا ها صافون لا سي بون هنايا شوفوا ها اتاش لو ميلاي سي بون شو مارت كو سا هاكا اي ابري فو مانجي فوالا هنايا نوريكم هاديك فايدين فوالا و إيطالي قال فخوماج باغتو هيا عاودو يديرو هذه هي فوالا شوف هيا هذا هنايا هاي هاو البيض هاو البيض كيف طاب شوف ها هنايا وهذه البطاطا كي بردت شويه اللي درتها هنايا باش من بعد كي نبغوا ناكلو نصيبوها حامله
فوالا البنات الحمد لله بعد ما فطرنا راني شبعت الحمد لله الحمد لله يا مونجي الفروماج غادي نقول لكم الا تلاقيتوا بهذا الاكلات غير شروها باسكو هي تهون انايا شوف خرجت برا هيا و خرجت برا هيا ما دخلتش بكري هيا جبت معايا البطاطا والشاركوتري هيا بدو فوالا درت فطور وفطرنا والحمد لله وش نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله تهلاو في رواحتكم وخليتكم راحة البال السلام عليكم.